لو عندك شهادة الادخار وتعبت من أسعار العربيات الجديدة وقلت خلاص هشتري مستعمل، تعال أقولك إزاي تشتري عربية مستعملة من غير ما تدفع ولا جنيه، وهتروح للبنوك دي وهي هتمولك وهتسدد كله على مهلك. كل ده هقولك عليه في الفيديو ده. أنا لارا مدحت. بعد ما الأسعار طلعت في العالي تقريبا محدش بقى قادر يشتري حاجة كاش، خصوصا العربيات، واللي سوقها بقى محدش قادر عليه. أسعار الجديد نار، والمستعمل برضو مش قليل. فلو بتدور على عربية مستعملة تشتريها ومش عارف تجيب فلوسك منين، فأنا هقولك تعمل كده ازاي. أول حاجة البنك الأهلي ومصر كمان محدش يختلف عليهم، والجميل بقى انهم هيمولولك عشان تقدر تشتري عربيتك المستعملة. المفاجأة ان الكارد ده هيكون بضمان الشهادة اللي انت اشتريتها، وهنا بقى احنا بنتكلم عن أصحاب شهادات الادخار اللي بفائدة ثابت 19% سنوياً لمدة 3 سنين، وتعد شهادة الادخار الثلاثية بسعر فايدة 19% سنوياً من أعلى أسعار العائد المقدمة في البنكين بدورية صرف عائد شهري على الجنيه المصري. ولو أنت مش عارف، فالبنك الأهلي وبنك مصر أعلنوا عن برنامج لتمويل العربيات المستعملة بشرط أنك تشتري شهادة الادخار دي، ودي نزلها بنك مصر والبنك الأهلي. عندك البنك الأهلي المصري واللي بيقدم برنامج تمويل السيارات المستعملة، وده بضمان شهادات الادخار 19%، ونسبة الفايدة هتكون زيادة 2% عن سعر الشهادة أو الوديعة. فلو كانت فايدة الشهادة حاليا 19%، هتاخد الكارد بفايدة 21% سنويا، يعني هتسدد 2% فوق سعر الشهادة. مدة الكارد هتوصل لعشر سنين، وهتاخد من 80-90% من إجمالي قيمة الشهادة. مثلا لو اشتريت شهادة بقيمة 100,000 جنيه، هتقبض 80,000 جنيه. كمان نسبة المصاريف الإدارية هتكون 1% من إجمالي قيمة القرض، وبيتم خصمها مرة واحدة. أما بقى بالنسبة لقروض السيارات المستعملة بضمان شهادة 19% من بنك مصر، فبرضه نسبة الفايدة على القرض ده بتكون زيادة 2% فوق نسبة الفايدة المقدمة على الشهادة. بكده لو أنت مقدم على الشهادة 19% سنوياً، في الوقت الحالي هتوصل الفايدة على القرض 21%، وبكده هتدفع فرق 2% بس. ونسبة التمويل بتتراوح ما بين 75%-90% من إجمالي قيمة الشهادة. والمفاجأة أن مدة التمويل بتبدأ من 12 شهر وتوصل لعشر سنين كحد أقصى. كمان نسبة المصاريف الإدارية 1% من إجمالي قيمة القرض، وبتتخصم مرة واحدة. ولو بتدور على قرض من بنك خاص وبعيد عن موضوع الشهادة، فعلى فكرة بقى البنك التجاري الدولي بيقدم لك قرض شراء العربيات بتمويل بيوصل لحد 1,000,000 جنيه وبدون مقدم ومن غير حظر بيع أو تأمين على العربية، وبأسعار فايدة تنافسية بيتراوح ما بين 14% لحد 17%. كمان بيمول لك لحد 100% من قيمة العربية بفترة سداد بتوصل لـ 8 سنين. مش بس كده، ده بيقدم لك كمان وثيقة تأمين على الحياة طول فترة السداد. المهم قبل ما تختار القرض من أنهي بنك، تدور كويس على موديلات العربيات وتختار الأفضل ليك وتحسبها كويس. دلوقتي قولنا، بتفضل تشتري عربية جديدة ولا مستعملة؟ وليه؟ اكتب لنا في التعليقات.